على وقع الاحتجاجات والفوضى يتغير المشهد السياسي في سريلانكا. فراغ سياسي ولا بدائل واضحة حتى الآن، مع إعلان رئيس البلاد ورئيس الوزراء عزمهما الاستقالة تحت ضغط الشارع. لكن المتظاهرين يرفضون إنهاء الاحتجاجات إلى أن يتقدم رئيس البلاد ورئيس الحكومة بالاستقالة رسمياً، غير مقتنعين بوعود قطعها رئيس الوزراء بترك منصبه مع تشكيل حكومة جديدة وأخرى أكد فيها أن رئيس البلاد سيعلن الاستقالة غدا الأربعاء. أمضى الرئيس السريلانكي الذي لا يزال يتمتع بحصانة رئاسية ليلته مع زوجته في إحدى القواعد العسكرية المتاخمة للمطار بعد أن تقطعت به السبل. ترافق ذلك مع إعلان السلطات الجوازات والجمارك أنها لن تسمح لأي من كبار الشخصيات بمغادرة البلاد لحين انتهاء الأزمة الحالية. وتحدثت وسائل إعلام عن منع شقيق الرئيس وهو وزير المالية السابق من السفر جواً. وفيما يواصل المحتجون محاصرة القصر الرئاسي وعدد من المباني الحكومية، تدخل الأمم المتحدة على الخط مطالبة بوقف جميع أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء الأزمة عبر الحوار. يواصل الأمين العام متابعة التطورات في سريلانكا من كثب ويتضامن مع شعبها، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار لضمان انتقال سلس للحكومة وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية. كما يدين الأمين العام جميع أعمال العنف ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عنها، ويؤكد على أهمية الحفاظ على السلام. تشهد سريلانكا مظاهرات عارمة للمطالبة باستقالة رئيس البلاد ورئيس الوزراء المتهمين من قبل خصومهما بالفساد وسوء إدارة البلاد. احتجاجات فجرها تداعي الاقتصاد السريلانكي بالكامل إلى حد أصبحت فيه البلاد عاجزة عن دفع مستحقات واردات البترول وتسديد ديونهما الخارجية، أزمة يقول مراقبون إنها الأسوأ منذ استقلال سريلانكا. نسرين حامدي، تي آر تي عربي.